ودي مرت سنة على حرب أوكرانيا، وترامب طلع أول امبارح كده من كام يوم خطب وقال بالنسبة لحرب روسيا وأوكرانيا أنا هخلصها في 24 ساعة قبل ما أقعد على مكتبي في البيت الأبيض، تكون الحرب دي انتهت. وعلى فكرة هو ممكن يعملها والله، يعني أنا عارف هو لما بيقول حاجة هيعملها، لأنه عارف قال لك هقول للطرفين كل حاجة تريحهم وهخلص الموضوع، لأنه هو عارف إن بوتين حسم الحرب من أول 3-4 شهور خلاص الموضوع خلص، لكن الامريكان والانجليز هم اللي مرتين الغرب معاهم، هو اللي عمال يطول في الموضوع وبيساعده في زيلينسكي ويبعتوا له اسلحه ومفيش فايده، الاسلحه بتضرب قبل ما توصل له، وزيلينسكي زي ما انتم شايفين كل شويه يرفع سماعه التليفون، الو الو يا المانيا الحقوني بالدبابات، يقولوا له حاضر هنبعت لك دبابات، شويه يتصل بايطاليا، الو الو يا ايطاليا الحقوني بالطيارات، حاضر هنبعت لك طياراته، يحط سماعة التليفون يفتكر انه ما اتصلش بفرنسا، الو يا فرنسا الحقوني بالفانيلات، حاضر هنبعت لك فانيلات، ما هو فانيلا واحده يا عيني من اول الحرب، يفوت اسبوعين ومفيش اسلحه اتبعتت، يروح رافع سماعه التليفون ويتصل، يا ايطاليا يا جماعه الطيارات ما وصلتش، يقول له والله طب انت اكدت على الاوردر؟ يقول لهم اه كنت طالب 10 طيارات بطيارين وخمسه من غير طيارين واتنين مارجريتا لارج من غير بصل، يعدي شهرين مفيش حاجه وصلت، يروح يتصل بالمانيا، يا المانيا الدبابات ما وصلتش يا المانيا اللي روسها حاوطيننا، يقول له انت طالبها على انهي رقم؟ طالبها على انهي رقم ايه؟ ما انا اعطيكم العنوان، قول لنا العنوان عشان العنوان طلع مننا، يقول لهم 43 شارع كييف متفرع من شارع اوكرانيا خلف بنزينه انزرانيا، ايوه طب حاول تتصل بالدليفري، دليفري يا نهار اسود، الدبابات قبل ما بتوصل على الحدود كانت بتتضرب، عمالين يشتغلوا يا عيني من اول الحرب وما بعتلوش ولا حاجة ولا هيبعتلو حتى الفانيلا، مفيش حاجة خالص يا عين يا جماعة، بوتين مش هيتهزم الموضوع خلص، والغرب عمال بيفلفص، ووزيرة البيئة في انجلترا طلعت تقول للشعب الانجليزي مش لاقيين طماطم وخضار كله ليفت، اه والمصحف تاكلوا ليفت، هتاكلوا الشعب ليفت علشان تجوعوا شعبكم ليفت، حرب خسرانة، انا مش فاهم الامريكان والانجليز عايزين ايه من الموضوع ده، يجوعونا وخلاص، بت عنده الصين وروسيا وكوريا الشمالية، بتاع كوريا الشمالية ده انتوا واقعين مع ثلاثة بايعين نفسهم، وخصوصا بونج يانج فونج ده اه وإذا فجر عالم عايز يحط ايده على الزرار يفجر الدنيا كلها، وبالليل ده مسحرين له واحد بالليل يقعد يتسحب كده رايح على اوضه النووي، تعالى سيبني افجر الدنيا اه وإذا فجر امريكا، لا حول ولا قوة الا بالله، ربنا يستر ويسهلها معاهم وهو نايمين ويقول لك اعدي بقى وتستاهل، يا ربنا اعديها على خير علشان خاطري والله العظيم صعبان عليا، بص وشه بقى عامل ازاي وبيضحكوا عليه ومش عارفين يعملوا معاه اي حاجه ولا هو فاهم حاجه، وعاملين عقوبات على روسيا وروسيا مش متاثره، الروس عايشين زي الفل عمالين بياكلوا لحمه وخضار وتورلي، واللي عاملين عليهم العقوبات بياكلوا لفت